كل شيء وصلك على طبق من ذهب ما استغليته في ولا أي شيء. هذه رسالة لمن كان يشكك في أداء وقدرات بدون تحيز في اختيار المتسابقين. كان عندنا بعد نظر، نحن يوميا مع المتسابقين نعرف أداء المتسابق، خلاص قلنا أحمر أحمر مع السلامة، ريان يأخذ كرت ذهبي وشلون. لكن رحمة من الله إن كان في رأي للجمهور، وتحية إجلال وتقدير للجمهور اللي صوت لدخول حاتم سلطان، يعني من الثالث سلطان خالد الروقي. خالد الروقي وننتظر بس يشعل والله هو خالد. والله يا خالد الروقي من المتسابقين المميزين، بس الى الان ما بدا. ليش؟ فعلا والله وش يحتاج خالد الروقي؟ انت مؤمن ان هذا الرجل هو حصان طرواد لهذه النسخه؟ قوي قوي بيشتغل شغل مو طبيعي، بس ما ادري ايش في واقف. ما الرجل هذا مشرقين هالعالم، الرجل كوميدي متحدث راعي سوالف، راعي كل شيء ممكن تشوفه بمتسابق مثالي تشوفه في هالرجل. بس الرجل هذا ما ادري ايش في واقف. اثرت عليه الجروبات؟ اثرت على الجروب. دقيقه، هو اي مجموعه؟ دقيقه شوف المجموعه. اي مجموعه؟ طيب شوف برجع لك، برجع لك المجموعه الثالثه، برجع لك علي جروب كليل الجبل، بنفتح محمصه هنا وخلاص نصير حلتيته كليل الجبل شاهي اخضر، لان واضح ان في تبودنا مر ما عاد ينزله الاعشاب. غريب اللي قاعد يصير في النسخه.